انت جعان يا ابني؟ جعان؟ قوي والسوق نايم، هو انا اللي هقول لك؟ ما انت عارف انا سكت عليك شهرين يا عم بولس. يا عم بولس ده احنا اولاد معبوديه واحد. لا 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 يا مايك، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا اهم حاجه عندي فلوسي، والا ما تزعلش بقى من اللي ممكن اعمله. كتاب مالك؟ الرب يرعاك يا ابني. يلا يلا غور من هنا. لا يا حبيبي، ما بشغلش عندي شحاتين. وبعدين انت اخلص اشغلك ازاي؟ ايه هتقولي ولا ايه؟ يلا انا اخور من هنا. ولكن الواد ده يشحت باسم الصليب، وبعدين هو انا اي حد يوريني الصليب اديله فلوس؟ ومال حرام ولا ايه؟ Thank you.
كنت عارف. بسم الله. بيخلص الاكل كله بسرعه. هو دايما كده حتى لما بيضحك بيضحك بسرعه. يخرب بيت يا ولا يخرب بيت. ما تسهر يا محمد جرايه، هتقعد تاكل النهار كلياته ولا ايه؟ جرايه يا عم ما سيبنا ناكل يا اخي، يعني هو شغله هيطير والله هيطير. ايه؟ كتكنيله وانت شبه حيوان السلعوي. ايه ده؟ لو ان الحته اللي جنبك دي يا جورج. Thank you.